صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد. لبنان عم بيعيش حالة كتير صعبة، بس لبنان بالمحافل الرياضية عم بيسجل أرقام حلوة وميداليات بتضوي ضوي، لا يرجع بإذن الله لبنان يلمع مثل ما كانت تلمع صورته بالسابق، وإن شاء الله يا رب بهمة كل المحبين والأوفياء والوطنيين للبنان ترجع له هيدي اللمعية. كرمال هيك رح نضلنا بأجواء الرياضة ونفوت بصلب موضوعنا مع الجراند ماستر جورج خطار، راجع من بطولة آسيا اللي صارت بلبنان بالتايكواندو بميدالية فضية. نعرف أكثر المشارك الفئة العمرية وقد اسم الله همته بعدها منيحة وبعده حاضر ليشارك ببطولات. جورج أهلا وسهلا فيك. سهل. يعطيك العافية، مرسي على الاستضافة. يعني لما حكيوني عن جورج خطار راح بالي شاب أول طلعته، الحياة مش ساعته، الجيم أخذ من وقته، التمرين. لما تعرفت عليك قلت أنا شو هالهمة اللي عندك إياها، شو هالجلد وهالنفس الطويل، بعدك عم بتشارك ببطولات وأحرزت ميدالية فضية مش بالهينة. الحمد لله، الحمد لله، الله وفقنا وبشكرك على الاستضافة. بالفعل كانت بطولة آسيا بطولة كتير مشجعة للبنان. هون أنا بحب نوه برئيس الاتحاد دكتور حبيب ظريفي يلي هو عم يعطي كل وقته للعبة التايكواندو. نعم. هلأ نية البطولة صارت بلبنان بمجمع نوفل الرياضي، ودقوا لي الاتحاد لحتى انزل بفئة تحت 65 سنة. قلت لهم أنا جاهز يعني، بس بدنا طبعا نتمرن شوي لحتى ما بدي أقول لك أنا يعني بدنيا وحسب اللياقة الجسدية كنت حاضر ولا أخذت معك وقت تحضير؟ أنا بالفعل كل يوم تقريبا بدرب يعني بالنادي تبعي وعندي تلاميذي، بس أنت عم تجي تفوت بكومبيتيشن كتير كبيرة مفروض تحضر له. الاتحاد ده معك لاعبين اجانب كمان مع يعني الكومبيتيتور تبعك. معنا ابطال من كوريا، لانه اللعبه هي لعبه كوريه، واجوا على لبنان فرق من كل دول اسيا تقريبا، ودقوا لي الاتحاد وقالوا لي استاذ جورج انت يعني بفئه ال 65 سنه بعتقد انت بتقدر تعمل نتيجه. قلت لهم لازم نعمل براكتس شوي. هلا انا بدرب كل يوم تقريبا، بس انت اللي تنزل ببطوله في إلى شروطها. في إلى شروطها وبدك تتمرن مع المنتخب، منتخب اللبناني قبل بوقت. دقوا لي قبل بجمعتين تقريبا، قلت لهم أنا جاهز. قالوا لي إحنا عندنا أمل كتير كبير فيك إنه أنت تحقق ميدالية للبنان ببطولة آسيا. بنتمنى عليك تجي على المنتخب. أولادي أنا اثنينهم كمان بيطلعوا على المنتخب. رح نحكي كمان شاركوا وأخذوا ميداليات. وطلعت على المنتخب أنا تقريبا أربع تمرينات عملت معهم. حضرت اللي فيني حضره، كان لازم نتمرن أكتر يعني، بس صارت القصة هيك سريعة. وأنا تحمست كتير للموضوع، حطيت هدف براسي هدف أول يعني، يعني هو رفع العلم اللبناني. يعني أنا بس عملت البطولة كل هدفي أنه مع كل هالأوضاع يلي هي متدنية بلبنان، مناش نشرحها كتير يعني. لبنان عم ينحدر شرحة حالة بلا جملتنا عم نعيشها، عم نلمسها لمس اليد صرنا يعني. عم ينحدر لبنان، لكن نحن أملنا كتير كبير. نعم. بلبنان وبوطننا. رفعت العلم وسجلت ميدالية فضية. نحن عنا مجموعة صور من المشاركة، لنحكي كمان عن مشاركتك بمسابقة أخذ فيها الميدالية البرونزية بالتيم جروب. هيدي شو؟ هيدي ضمن بطولة آسيا. ضمن بطولة آسيا أول شيء نحن عملنا يعني عملنا بطولة كل واحد لوحده، أنا عملت فيها مركز تاني ميدالية فضية. بعدين في القسم التاني اللي بيقولوا له تيم جروب، يعني أنا كان معي شابين، واحد ماستر وواحد جراند ماستر، عملنا اشتركنا ببطولة تيم جروب وعملنا تالتين. يعني كمان هيدي ميدالية البرونزية، هيدي ميدالية كمان ضمن بطولة آسيا. نعم. هون عم نشوف يعني استلامك للجوائز بالتنو الخاص بالتايكواندو. هيدي التنو خصوصي للجراند ماستر يلي هو بالخمسين سنة وطلوح. فسر لي شو يعني جراند ماستر، لأن عرفت عنا جراند ماستر جورج خطار، حطير يفهموا المشاهدين اللي بعاد شوي عن أجواء التايكواندو. الجراند ماستر هو بده يكون حيز على الحزام الأسود 8 دان و9 دان.
8 دان 9 دان بصير لقب تبعه جراند ماستر. جراند ماستر هو بيخرج ابطال, بيخرج تلاميذ حزام اسود. الماسترز هن ببلشوا بالكاتريام دان, سانكيام دان, سيزيام دان, ستيام دان بالبلاك بيلت. بيكون فئه الماستر. بعد في اكثر من جراند ماستر؟ لا, اعلى شيء جراند ماستر. يعني اليوم هلا وصلت لاعلى رتبه. بعد عندي رتبه وحده بيقولوا لها 9 دان. هلا انا معي 8 دان, بدي اعمل تيست تبعي لحتى اعمل 9 دان. بعد سنه بحق لي اعمل التيست تبعي. جورج خبرني, يعني الاشخاص اللي بتمرنهم لما بيكون المدرب تبعهم اخذ بطولات ومحقق ميداليات, قد ايه بيصير في عندهم ثقه اكثر او شغف اكثر, وخاصه بالفئه العمريه اللي اشتركت فيها حضرتك, يعني اسم الله مدق لك على الخشب. الله يخليك. قد ايه عم تعطيهم هيدي الطاقه وهيدي الحماس لتشجعهم وتحمسهم اكثر ل يعني يحترفوا رياضه التايكواندو؟ هو بالفعل وقت نحن عملنا البطوله, نحن طبعا كل الاساتذه بيعطوا علم للناديهم انه في بطوله اسيا, حضروها, روح اتفرجوا عليها. ومن ضمنها كنت انا عم شارك انا واولادي فيها. وبس حققنا نحن الميداليه الفضيه والميداليه البرونزيه, يعني كان قلب كتير كبير بالاهالي بالتلاميذ, يعني اعطوني زخم اكثر لحتى ترتفع اسهمك, ترتفع الاسهم تبع النادي واسهم ناديك واسهم لبنان. يعني انا عن جد استاذ الي, انا كان هدفي الوحيد انه ارفع علم لبنان, هيدا هو كان هدفي. كلنا اشتغلنا نحن بالمنتخب, الهدف الاساسي انه كان يوجهنا رئيس الاتحاد انه نحن تيم واحد, مش انا عم بمثل النادي تبعي, انا عم بمثل لبنان. للاسف يعني الوزاره المعنيه في اهمال من قبل كتير فيما يعني يخص الرياضه بلبنان. الرياضه بلبنان كانت قبل مديريه الشباب والرياضه تهتم وهيك, بس من وراء تدني الاوضاع والاقتصاد على كل شيء, الاقتصاد اللبناني يعني تراجع لورا. بس انا بدي اشكر رئيس الاتحاد عن جد, يعني كانت البطوله برعايه فخامه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون, ومثلوا بهالبطوله شخصين كثير مهمين, وزيره الشباب والرياضه ورئيس لجنه الرياضه بالبرلمان اللبناني. الاستاذ سيمون ابي راميا مثلوا رئاسه الجمهوريه. هالشيء هذا كثير انطبع بال, يعني بيعطي دفع معنوي معنوي وانه رياضي كثير كثير, حدث كثير طيب. كبير. خبرني شوي عن اولادك الشباب كمان, اسم الله شابين. شابين, انا عندي شابين وبنت, ثلاثتهم بلاك بيلت. كمان ثلاثتهم, البنت الكبيره وشاب عمره 29 سنه اسمه ستيفن خطار, وخيه عمره 19 سنة اسمه كيفن خطار. أولاد اثنينهم بيتمرنوا بالمنتخب. يعني هني ابني الكبير عمل بطل لبنان 2017 2018 2019 وكأس لبنان, عمل مرتبة أولى. مع أنه الشخص بيعمل مرتبة أولى بصير الاتحاد يهتم تيتمرن بالمنتخب لحتى يصير اي بطوله يشارك فيها يكون هو حاضر. هو كان حاضر, وبينه وبينك كان حاضر اكثر مني. هو كان عم يتمرن وعم يطلع على المنتخب وعم يتمرن, انا دقوا للاتحاد اخذ جمعتين. نعم صارت واضحه الخبريه. خليني يعني قبل ما ننهي معك استاذ جورج خطار, تحيه لك والف مبروك ولاولادك الشباب ولبنوتك كمان ولكل اللي كانوا معنيين بهالبطوله اللي صارت بلبنان. وقلت لي كان في حوالي 2500 شخص جايين من برا. طبعا يعني حركوا شوي الاوضاع من اوتيلات, مطاعم, فنادق, اماكن سهر وسياحه الى جانب البطوله. هيدا شيء منيح انه نستقبل هيك ايفنتات بلبنان. سؤالي الاخير اليوم, ما بعرف قد ايه رياضه التايكواندو يعني هيك معروفه من قبل كثير من الناس, او خليني احكي عن الرياضه بشكل عام, في اهالي ما بيولوا اهميه للرياضه بالوقت اللي الرياضه نحن بنعرف انه بتهذب النفس والجسم. شو بتقول للاهالي بالدرجه الاولى, وشو بتقول للشباب يعني يروحوا بتوجه نحو الرياضه؟ اول شيء التايكواندو بالنسبه كلعبه رياضيه هي لعبه اخلاق, يعني تتدرج فيها من البدايه لتطلع. الاستاذ اللي هو
عم بيعطي الصفوف للتلاميذ، بيوجههم للتلاميذ لحتى يكون عندهم أول شيء أخلاق رياضية. نعم. يهذبوا نفسهم، لأنه لاعب التايكوندو أول شيء بده يكون أخلاقه كتير كبيرة، يحترم كل الدرجات، يحترموا بعضهم بالتدرج، شو في درجات يكون بالمجتمع. هيدا الشيء بينعكس على سلوكه بالحياة الاجتماعية. هيدا لأنه لاعب التايكوندو مش إنه بس إنه هي لعبة قتالية، نعم. هي لعبة أخلاق. يعني أنا بنصح كل الأهالي، وعندي أهالي كتير صدقني إنه محمسين مع أولادهم أكثر مني، لأنه لعبة التايكوندو بهالاتحاد الموجود مع الهيئة الإدارية الكاملة عم يعطوا كل وقتهم لحتى لعبة التايكوندو تستمر للأجيال، لأنه عم تعطي خلق كبير للتلاميذ وللأبطال يلي هن عم يمارسوا لعبة التايكوندو. وللشبيب اللي هيك دايما بنسمعهم انه عندهم وقت فراغ، دجرني زهقانين بحياتهم، بيكون شاب من 16 17 19 و20 سنه، مفروض الدنيا ما تكون ساعتهم عبى كل وقته، بتلاقيهم عايشين بفراغ، شو بتقول لهم؟ انا اول شيء برفع راسي بالشباب يلي هن شاركوا ببطوله اسيا وببيروت اوبن، عملنا بطولتين نحن، بيروت اوبن اسمها وبطوله اسيا. انا بدي احيي كل الشباب يلي شاركوا فيها، وبدنا نذكر ونعطيهم حقهم. نحن لبنان أخذ 13 ميدالية برونزية وميداليتين فضية. في مدام كمان عمرها بال 45 سنة عملت كمان البطولة معنا، وعندها أولادها بيتمرنوا تايكوندو، عملت الميدالية الفضية مثل ما أنا عملتها. يعني لبنان أنجز بهالبطولة رقم كتير كبير بالميداليات اللي حققها ببطولة آسيا وبطولة بيروت أوبن. يعني 13 ميدالية برونزية للبنان. يعني نحن مع كل الأوضاع هيدي اللي عم بتصير، نحن مستمرين باللعبة وداعمين الاتحاد لمسيرته. بدي أقول للشباب ما تيأسوا، كملوا بالتمرين، لأنه الإنسان درجة درجة بيوصل. أنا بلشت باللعبة كان عمري 8 سنين، اليوم أنا بفئة ال 65 سنة، تحت ال 65 سنة، أعطوني دفع كتير كبير إنه استمر طبعا. حتى لو طبعا. أنا بهيدا العمر استمر لأي بطولة بدها تحصل بلبنان شارك فيها أنا وولادي. نعم. أولادي اثنيناتهم شاركوا، ابني الكبير ستيفن خطار أخذ أفضل لاعب روح رياضية بهيدي البطولة، ورئيس اتحاد آسيا، رئيس اتحاد آسيا ورئيس الاتحاد اللبناني نوهوا فيه وحطوه عضو بلجنة الشباب. نعم. باتحاد آسيا. نعم. منقول لك ألف مبروك يعني للبنان من خلالكم، لإلك ولعائلتك وللاتحاد. بس يعطيكم ألف عافية. بس وإن شاء الله يا رب دايما هيك منشوف صور حلوة ومشرفة عن لبنان وعن الرياضة بلبنان. مرسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج خطار. يا هلا نورتنا. مشاهدينا بنروح إلى فاصل، من بعدها منتابع لقاءاتنا نحن وياكم من يوم جديد.